يتحاسب واللي راهو يعني مطلوب في المحكمة الدولية المجرم خالد نزار اللي سيدو اللي جاب لنا المملكة البوتفليقية نزار اللي تسبب في مقتل بلوس دو 250,000 مار أكثر من 19,000 مفقود اليوم لازم نجيبوه ويتحاسبوه هو من صنع العشرية السوداء هو اللي ورط الجزائر في الحرب الأهلية مطلوب نصار يعني نصار رأس العصابة هو اللي ورطنا احنا اليوم ما نسيناش العشرية السوداء اللي ولاو يهددونا بها كل مرة يخرجوا الجبانة للخونة يخرجوا في الشاشة ويقولوا لنا تقبلوا الوضعية ولا نرجع لكم للدماء حنا نقول لهم يا جبناء ويا سفلاء اليوم الشعب راهو واعي وحنا رانا سوليدار حاجة ما تقسمنا يخرج القايد صالح ويقول ويندد علاش قطعنا الندوة ندوة بن صالح للخاين يعني وما راهوش ميبا جزائري نقولوا هذيك الندوة الندوة هذيك بن صالح ما يقدرش حتى ينظمها في داره بن صالح مجرد طرطور ما يهش ما ينش إنسان فاشل سياسيا وصحيا وما دام القايد صالح اقبل انه يكون جزء من هذه العصابه وهذا النظام الفاسد احنا اليوم نطلبوه بالرحيل نطلبوه بالاستقاله كلنا ثقه فيه استعملنا بتفعيل الماده 102 بصح 7 و8 ما دارها لناش يعني احنا استعملنا برد دارنا تاريخ واليوم نقولوا للقايد ما عندناش ثقه فيك ثقتنا في الشعب وانتوا لازم تكونوا سوليدار ردوا بالكم يقسموكم والعداله هذه نطالبها تحاسب كل العصابه وربع جويليه ما كانش انتخابات ويحيى صاحب المهامات القادره اللي مازال هم يهضروا ويقولوا لك الشعب الجزائري يعني داروا لنا لو دو جوا لافينيات واحد ما يشري القسيمه تاع السيارات واحد ما يزيد يخلص من تاكس يخلصوها ولادهم وتخلصها العصابه ونطالبوا مصادره الاموال وحنا ما يهمناش اذا كان القايد خرج ويقول انا توفيق نحيت له لي كارت كور انا ما يهمنيش هاد لي ريغلومون دو كونت يهمني تروحوا يهمني تروح العصابه ونرفضوهم رفضا قاطعا